صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الكلي الطوبة Son Excellence le Nonce Apostolique au Liban Monseigneur Joseph Spitori أصحاب السيادة السامي احترامهم حضرة المونسيور إيفان سانتوس القائم بأعمال السفارة البابوية قدس الرؤساء العامين حضرة الرئيسات العمات أصحاب المعالي والسعادة والسيادة أباء الأجلاء أخوات الراهبات الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالعائلة العائلات المكرمة الأولاد والأحفاد الآباء في عيدهم إخوة الأحباء من أكرم أباه فإنه يكفر خطاياه ومن عظم أمه فهو كمدخر الكنوز من أكرم أباه سر بأولاده وفي يوم صلاته يستجاب له سفر يشوع بن سيراخ للسنة الثامنة على التوالي نلتقي في عيد الأب حول راعي الرعاة أب الجميع صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبة كلمة أب هي من أعز الكلمات لدينا نحن المسيحيين لأنه الاسم الذي علمنا يسوع أن نخاطب به الله أبا بابا كلمة عزبة يتفوه بها الطفل في أول تمتمة تظهر على شفتيه دعوة الله كأب تضعنا في علاقة ثقة معه نحن هنا من كل لبنان من سائر الأبرشيات المارونية جئنا في هذه المناسبة السعيدة لنصلي ونشكر الرب على نعمه التي يغدقها علينا ونلقي تحية تقدير على عائلات تميزت بكثرة الإنجاب وعائلات تخطت التحديات بثبات ورجاء وعائلات تميزت بدعوات علمانية أو رهبانية تكرست لخدمة الإنسان المتروك والمهمش وعائلات وجمعيات وجماعات تعنى بالعائلة تعيش شهادة الإيمان من خلال الخدمة والمحبة وبالرغم من مصاعب الحياة لم يتراجعوا ولم ينكروا إيمانهم بل ازدادوا رسوخاً في تعلقهم بالمسيح إنها عائلات ومؤسسات تقوم وتنطلق وتصغي إلى وجع الآخر الأرض المقدسة وتعيش فرح العطاء صاحب الغبطة والنيافة في هذا اليوم تذكار عيد الأب نعود أطفالاً نمسك بيدكم وترتفع عيوننا باعتزاز لرؤية وجهكم الأبوي المحب وترتسم على شفاهنا ابتسامة الاطمئنان والامتنان تدعون إلى صرحكم العامر لنصلي من أجل كل الآباء في عيدهم والأمهات والعائلات ونقدم الجهد والتضحيات والألم ووجع التحديات
من على مسبح الرب قربانا. شكرا لكم يا صاحب الغبطة على ثقتكم بنا ومبادرتكم الأبوية الطيبة. شكرا على محبتكم واستضافتكم لنا. شكرا لجميع العائلات والجمعيات والمؤسسات والحركات التي وافت لنتشارك وإياها فرحة العيد. شكرا لكل الذين عملوا على إنجاح هذا اللقاء. مع فرح الآباء والأمهات والأبناء والأحفاد والجمعيات، نعيدكم يا صاحب الغبطة والنيافة أباً روحياً ورئيساً للكنيسة المارونية في لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار، أباً للعائلات التي أتت اليوم من كل لبنان لتحتفل معكم بعيد الآباء. هذه العائلات ستبقى منارة إيمان وشعلة حب في وسط الكنيسة والعالم. فالأب والأم هما الركنان اللذان ترتفع فوقهما عمارة العائلة بفيض من محبتهما. الله يريدنا أن ندعوه أبا بثقة الولد الذي يستسلم بين ذراعي من وهبه الحياة. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح في هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي، ونشكرك مع أبناء البيعة المقدسة، ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. لنرفع التسبيح والمجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وذاق الموت بإرادته عن الميتين ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بنهوضه وأنار الشعوب بنور خلاصه. برخمور أبو ريش ريشوني صالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. من يستطيع أن يمدح بحر حنوك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فائقاً كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لأعجز من أن يصف الآيات التي صنعت في هذا اليوم المشهود المقدس، يوم قيامتك من بين الأموات. فإنا نهتف مع داود المرتل قائلين: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. هذا هو اليوم الذي لا يوم مثله ولا قبل ولا بعد. هذا هو العيد العظيم، إكليل كل عيد وشمال كل عيد. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا
بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهد الرعاة، احمي الكهنة، نقي الشمامس، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، أنن الأرامل، أبعد الثورات، لاش الفتن، اذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في الملكوت السماوي، فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي. برخمور أبون ريشريشوني، ونرفع المجد إليك وإلى أبيك وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. العابق أمامك من ذخائر الشهداء، ضارعا إليك يا ربنا من أجل الخطأ والضالين والمرضى والمضايقين، ومن أجل السلام والوئام في بيعتك المقدسة والعالم. برخمور أبون ريش ريشوني، يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. قادشات آله قادشات حيثنا قادشات ويوم إكرام قادشات. آله قادشات حيثنا
القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وبارك يا رئيس الرؤساء. المجد للسيد بولس والرسول، ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين على هذا الكرسي وهذه الجماعة إلى الأبد. يا إخوتي، أنا لما أتيتكم لأبشركم بسر الله لم آت ببراعة الكلام أو الحكمة، لأني قررت أن لا أعرف بينكم شيئاً إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباً. وقد جئت إليكم بضعف وخوف ورعدة شديدة، ولم يكن كلامي وتبشيري بكلمات الحكمة والإقناع، بل ببرهان الروح والقدرة، لئلا يكون إيمانكم قائماً على حكمة الناس بل على قدرة الله، غير أننا ننطق بالحكمة بين الكاملين، ولكن لا بحكمة هذا الدهر، ولا بحكمة رؤساء هذا الدهر الذين مصيرهم إلى الزوال، بل ننطق بسر حكمة الله المحجوبة التي سبق الله فحددها قبل الدهور لمجدنا، وهي الحكمة التي لم يعرفها أحد من رؤساء هذا الدهر، لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. ولكن كما هو مكتوب: ما لم تره عين، ولم تسمع به أذن، ولم يخطر على قلب بشر، قد أعده الله للذين يحبونه. لكن الله أعلنه لنا بروحه، لأن الروح يصبر كل شيء حتى أعماق الله. والتسبيح لله دائماً. جميعكم ومعكم بك
من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع لتلاميذه: من كانت لديه وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، ومن يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا: لا ذاك الإسخريوطي يا رب، ماذا جرى حتى تظهر ذاتك لنا لا للعالم؟ أجاب يسوع وقال له: من يحبني يحفظ كلمتي، وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نجعل لنا منزلا. من لا يحبني يحفظ كلمتي، والكلمة التي تسمعونها ليست كلمتي بل كلمة الآب الذي أرسلني. كلمتكم بهذا وأنا مقيم عندكم، لكن البرقليط الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. السلام أستودعكم، سلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أنا أعطيكم. لا يضطرب قلبكم ولا يخف. برخمور أبون ريش ريشوني. حقا والأمان لجميعكم. الإله الواحد أمين. الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي يعلمكم كل شيء. وتكسلانس لنونس أبوستوليك إخواني السادة المطارنة والآباء الرئيسة العامة والراهبات أصحاب المعالي والسعادة النواب، الهيئات الرسمية قضائية عسكرية إعلامية إدارية، العائلات المكرمة، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، زمن العنصرة الذي نعيشه هو زمن الروح القدس العامل في حياة الكنيسة والمؤمنين. فالروح القدس يسكب المحبة في القلوب ويعلم الحقيقة ويعطي سلام المسيح. إنه عطية الآب للذين يحبون المسيح حافظين وصاياه على ما وعد الرب في الإنجيل. الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. يسعدنا أن نحتفل معا بهذه الليتورجية الإلهية ونحن نحيي عيد الأب، وفي المناسبة نذكر في هذه الذبيحة المقدسة من كان لنا أباً بامتياز، المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس سفير. ففي هذا الأحد بعد مرور 40 يوماً على وفاته نقدم هذه الذبيحة المقدسة لراحة نفسه بحضور عائلته وأنسبائه الذين نجدد لهم التعازي، ونخص بالذكر شقيقتيه
وأولاد المرحومات شقيقاته ومرحوم خاله وكل الأنسباء، وإذ نلتمس له المشاهدة السعيدة في السماء، نرجو أن يكون لنا ولكنيستنا ولوطننا لدى العرش الإلهي خير شفيع. ينظم مكتب رعوية الزواج والعائلة في الدائرة البطريركية مشكوراً كما تعلمون هذا الاحتفال السنوي بمناسبة عيد الأب، تكريماً لعائلات تميزت هذه السنة بأربع ميزات: كثرة الإنجاب، تخطي التحديات، احتضان كبارنا وخدمتهم، المصالحة والثبات على وحدة العائلة. أود أن أوجه كلمة شكر وتقدير لمنسقي المكتب، وهم الأبات سمعان أبو عبدو الذي أشكره على الكلمة الافتتاحية اللطيفة، والزوجين سليم وريت خوري، وكل المعاونين، بل جميع المشاركين في إحياء هذا الاحتفال بأنواع مختلفة. كما نكرم معهم أيضاً الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالعائلة وأفرادها في حالاتها الخاصة. وأوجه تحية تقدير سيارة أخينا المطران منير خير الله رئيس اللجنة الأسقفية للعائلة والحياة، مع الشكر له على تشجيعه الدائم وتوجيهه لمكتب رعوية الزواج والعائلة. ويطيب لي أن أحيي كل أب أكان حاضراً معنا أو في أي مكان، وأهنئه بعيده ونذكره في صلاتنا كي يبقى على رأس عائلته وعمود سقفها الثابت والمتين. نصلي لراحة نفوس الآباء الذين انتقلوا إلى بيت الآب، ونذكر بصلاتنا كل الذين حلوا مكانهم كأولياء أمر لأولادهم القاصرين واليتامى. صحيح أن العيد هو في الأساس عيد الأب بالدم، لكنه أيضاً عيد الآباء الروحيين من أساقفة وكهنة الذين يعملون على نقل الحياة الإلهية إلى المؤمنين والمؤمنات، وهي حياة تجعلهم أبناء وبنات للآب السماوي. هؤلاء الآباء الروحيون يجسدون أبوة الله وأمومة الكنيسة. من أجلهم جميعاً، الآباء الدمويين والآباء الروحيين، نلتمس فيض النعم الإلهية لكي ينهضوا بمسؤولية السهر على أولادهم وتربيتهم بالتعاون الوثيق مع زوجاتهم على المستوى العائلي ومع السلطة الكنسية وتوجيهاتها وتعاليمها على المستوى الكنسي والرعوي. وتشبه بدور الأب مسؤولية الذين يتولون خدمة الشأن العام في الدولة، المسمات أماً بالمعنى المجازي، وعلى رأس المسؤولين جميعاً رئيس البلاد الذي هو بمثابة أب لجميع المواطنين. بهذه الروح ينبغي أن تمارس السلطة السياسية التي من شأنها السهر على سلامة المواطنين جميعاً وتأمين الخير العام الذي منه خير كل مواطن وخير كل المواطنين، ولا سيما ذوي الحالات والاحتياجات الخاصة من يتامى ومعوقين ومسنين وسواهم. من أجل القيام بهذه المسؤولية بمفهومها الحقيقي، من واجب الجماعة السياسية الأول تأمين النهوض الاقتصادي
بكل قطاعاته وفيض المال العام في الخزينة وحمايته من الهدر والسرقة والنهب. فلأجل هذه الغاية على السلطة الدستورية إجراء التعيينات على أنواعها بروح الميثاق الوطني وقاعدة المشاركة بالمناصفة والتوازن بين المسيحيين والمسلمين على قاعدة الكفاءة والنظافة وفقاً للأصول المتبعة أساساً، بحيث تتاح لكل مواطن ومواطنة كفوء إمكانية المشاركة في خدمة الشأن العام من دون شرط الانتماء إلى حزب أو تكتل نيابي، منعاً للتدخل السياسي في الشأن الإداري والقضائي، وإلا شوهنا هوية لبنان الثقافية التعددية ونموذجيته ورسالته. ومن هذا المفهوم لمسؤولياتها ندعو السلطات السياسية المعنية للمحافظة على المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالإخوة في حاجاتهم واحتياجاتهم. إن تقصير الدولة في دعم هذه المؤسسات الاجتماعية للقيام بواجباتها تجاه المواطنين إخلال ضميري وتاريخي كبير. ذلك أن المؤسسات الاجتماعية إنما تقوم مقام الدولة نفسها في هذا الواجب من الخدمة الذي هو في الأساس واجب الدولة. فلا لأن الدولة مقصرة في إنشاء مثل هذه المؤسسات الاجتماعية، ولا لأنها تهملها وتتقاعس عن إداء مستحقاتها المالية، يحق لها أن تحجب المال عنها وتقحمها على إقفال أبوابها ورمي هؤلاء الإخوة والأخوات المواطنين في الشارع فيما هم يشكلون كرامة الوطن. هذا الخطأ التاريخي الكبير يشكل وصمة عار في جبين الدولة إذا ما بقيت ذرة من الحياء. أما القول بوجود مؤسسات وهمية فنحن نقرر الدعوة للدولة لإغلاق هذه المؤسسات وإقفال أبوابها وحل التعاقد معها. ومن جهة أخرى، إن الجماعة السياسية عندنا مسؤولة عن مساعدة الوالدين في السهر على أولادهم الشباب الذين هم مستقبل الوطن، وفي حمايتهم من أخطار المخدرات والتدخين والكحول ومرض الإيدز والإنترنت والإمار والانتحار وحوادث السير، وفي استكشاف أسباب هذه المخاطر وإزالتها. إنني أوجه تحية شكر وتقدير للمؤسسات والأشخاص الذين يضحون من أجل حماية شبابنا من هذه الأخطار، وقد زارونا الأسبوع الماضي وقدموا لنا تقارير عن نشاطاتهم، وهي شعبة مكافحة المخدرات في إدارة الجمارك، البرنامج الوطني للحد من التدخين في وزارة الصحة العامة مع النصوص القانونية التي تحتاج إلى تطبيق، مركز معالجة الإدمان على المخدرات في مستشفى ظهر الباشق الجامعي الحكومي، فهو يعنى بالعلاج الصحي لتنظيف جسم المدمن من رواسب المخدرات، ما يعني أن المدمن
شخص مريض مهمش بحاجة إلى علاج ومتابعة، وبالتالي عدم النظر إليه كمجرم ينبغي ملاحقته ومعاقبته. مؤسسة جاد شبيبة ضد المخدرات ومركزها الثقافي للتوعية والتدريب من أخطار المؤثرات العقلية، وقدمت تقريرين عن أبرز القضايا المتعلقة بموضوع المخدرات والفساد وعن الانتحار وأسبابه وطرق الوقاية منه. مراكز المعالجة النفسية التي تكشف أولاً أسباب الإدمان ثم آثاره النفسية، فالتأهيل وواجب الدولة في منع انتشار المواد المخدرة ومكافحة سوق المخدرات وتجارها ومروجيها ومعالجة ضحاياها لا معاقبتهم. مراكز التوعية على أخطار الهيروين الإلكتروني المعروف بالإدمان الافتراضي على الإنترنت. تجمع شباب يازا للتوعية والحد من حوادث السير نقابة الصيادلة. وتبقى مشكلة الدواء والمريض والصيدلي، فمن واجب المسؤولين في الدولة إعادة الاعتماد على مفاهيم الدواء والمريض والصيدلي وحمايتها من الفلتان والاستغلال والتجارة والإتجار بالتعاون مع نقابة الصيادلة من أجل حماية الإنسان اللبناني في سلامة صحته. الوالدان والمجتمع والكنيسة والدولة مدعوون معاً لإعلان حالة طوارئ دائمة من أجل حماية شبابنا اللبناني من الأخطار التي ذكرناها، فالشباب هم طاقة الأوطان ومستقبلها، ولذا وطن من دون شباب وطن من دون مستقبل. وصحيح القول إذا أردت أن تقضي على مقدرات شعب عطل عقل شبابه وطاقته الإنتاجية، وإذا أردت أن تقضي على تاريخ أمة فخدر شبابها. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، بالعودة إلى الإنجيل وكلام الرب يسوع، نلتمس في هذه الذبيحة المقدسة عطية الروح القدس لكي يسكب في قلوبنا المحبة وفي عقولنا المعرفة وفي داخلنا السلام، فبفضل المحبة نحفظ كلام المسيح ونصبح سكن الله. من يحبني يحفظ كلمتي، أبي يحبه، أنا أحبه، إليه نأتي وعنده نجعل منزلا. وبفضل أنوار الروح القدس الذي يعلمنا كل شيء ندرك الحقيقة العظمى، حقيقة الله والإنسان والتاريخ. أما سلام المسيح الذي يسكبه الروح القدس في داخلنا فينفي منها الاضطراب والخوف ويجعلنا صانعي سلام. بهذه المواهب الثلاث نرفع نشيد المجد والتسبيح والشكر إلى الله المحبة، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد.
تلوت مربح دلوه والوت له رمحة طليوت ونبسوغ الطيبوتوخ اعول البيتوخ صود بايك لوت صلى علي مات المرام أروح بالقربان مثل حمار وبناتك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم لا سيما الطباوية والدة الله مريم ومار يوسف البتول ومار مارون ومار يوحنا مارون اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة أبانا المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس لراحة نفسه العائلات الآباء الجمعيات المؤسسات المكرمة وكل أب حي وميت وعائلاتهم واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية
وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي الأحبار الأجلاء وكهنة المسيح وخدام الروح القدوس. ليعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. برخمور أبوريش ريشوني. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. أسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحماً فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد. برخمور أبون ريش ريشوني. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه حقا وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هون اقدم حاشودي لمعبد حياتي ساب اللحم بدا قد شود
الخالوا والقصود انسضوا من حمر من مايو فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف منك نطلب اشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا مرحبها ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محييا ويسامحنا ويقدسنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان لمغفرة الخطايا
وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل أبينا مار فرانسيس بابا روما، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة، ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. إن الأنطاق هبه يا رب حكمة لكي يسير بكنيستنا نحو الملكوت ويقدس أيامه في خدمة شعبك، نسألك يا رب. عائلاتنا علامة رجاء وسط عالم تتنافس فيه القلوب وراء لقمة العيش وطمأنينة الاستقرار. البيوت صغيرة وضيقة، لكن القلوب رحبة واسعة، رحابة قلب الآب. يا رب، ما زال الحب ينبض عطاء في عائلاتنا وجهوزية لمشاركتك في الخلق. امنحنا دائما نعمة الاتكال على عنايتك الأبوية، نسألك يا رب. من خبزك للجياع ومن ثيابك للعراة، وتصدق على قدر طاقتك. يا رب، على رحمتك توكلنا ومنها ننهل. أفض علينا بروحك القدوس ليعطينا نعمة المحبة التي تنتبه للنقص ولحاجات قريبنا، فنلقي فلس الأرملة ونخيط ثوب الدفء من محبتنا، ونمد يد التعاون لأخينا الإنسان المحتاج، ليس للقمة خبز فقط، إنما لنظرة حنان وقلب عطوف وابتسامة مشجعة، نسألك يا رب. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، فإنه ينال إكليل الحياة. معك يا رب تصبح المحنة نعمة، تطهرنا كما يتطهر الذهب بالنار، وتتبدل أولوياتنا. يداك الممدودتان على الصليب هي يدينا الممدودتين لكل قريب. وقع أقدامك على طريق حياتنا قد رسم خطواتنا نحوك. إنها مدرسة الحياة التي تعلمنا أن الإنسان محدود وضعيف. أعطنا قوة روحك القدوس لنبلغ رغم كل المعوقات ملء قامة المسيح، نسألك يا رب. املأوا الأجران ماء فملأوها إلى فوق. نرفع على مذبحك يا رب بيوتنا المصدعة وعائلاتنا المفككة، ولكن في ظلمة عالمنا كنائس صغيرة تفوح منها رائحة البخور ويشع من حناياها نور الإيمان. إنهم أبطال المغفرة والمصالحة، أعطنا ربي أن يضيء كله منا شعلة المحبة، فنسعى لزرع السلام ونمد معا يد المصافحة والمصالحة، فنعيد بناء بيوتنا على صخرة كلمتك ونحضنها بحضانة أمنا الكنيسة، نسألك يا رب. أباك وأمك لتنال خيراً. عمر يمر بالعطاء المستمر والتضحية اليومية لأمومة متفانية ولأبوة مسؤولة، ويحين الوقت للشكر والتقدير. نصلي اليوم من أجل كل الذين ينحنون احتراماً لوالديهم، ساكبين محبتهم خدمة لكبار العائلة.
متنعمين بخبرتهم وآخذين بنصائحهم. مهما أحببناهم وخدمناهم فلن نستطيع يوماً أن نشكرهم. نرجوك ربنا أن تحفظهم وتكافئهم بفرح التنعم بحضورك وبعائلة تشرف قلبهم المبذول حباً، نسألك يا رب. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، وبخاصة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، وجميع الراقدين على رجائك المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، وارحه في ملكوتك، لأن واحداً ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية. بارخ مور أبون ريش ريشوني. لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر،
وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، تتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياي وللحياة الجديدة. Thank you.
أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا، ارحمنا يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. نشكرك يا أبانا يا إله الرحمة ويا نبع الحياة، لأنك جعلتنا شركاء لك في الخلق. نشكرك على كل أب عرف كيف يتكل على عنايتك الأبوية ويكون الوكيل الأمين والمثال الصالح، فنصبح كلنا من أبناء القداسة. نشكرك أيها الإبن على محبتك اللامتناهية، أعطيتنا جسدك ودمك زاداً لنا في مسيرتنا معاً وعربوناً للحياة الأبدية. نشكرك لأنك وثقت بنا وأوكلتنا بإخوة لنا لنحبهم ونخدمهم، فنراك فيهم يا ملك المجد. نشكرك أيها الروح القدس يا معطي المواهب، يا من رغم عواصف حياتنا ترشدنا وتقودنا بسلام نحو أحضان الآب السماوي. نعدك نحن عائلات اليوم أن نكون أيقونة حية لك أيها الثالوث القدوس، فنسبحك ونمجدك الآن في مختلف دروب حياتنا اليومية، كي نستحق اللقاء بك والتنعم بالجلوس في حضرتك في تسبيح لا ينتهي. آمين. أيها القديس يوسف الحارس والمدبر للبيت الذي نشأ وترعرع فيه يسوع، أيها العامل الذي ما عرف الكلل وحفظ بمنتهى الأمانة ما عهد به الله إليه، احمي عائلاتنا ونورها وادفع عنها الأذى. أيتها العذراء مريم أم الكنيسة، كوني أماً لكل عائلة من عائلاتنا، لتصبح بمعونتك الدائمة كنائس منزلية يشع فيها الإيمان ويسودها الحب ويحييها الرجاء. يا خادمة الرب الأمينة، كوني مثالاً لكل فرد من أفراد عائلاتهم، ليريد ما يريده له الرب بتواضع وسخاء. يا من تألمت مع ابنك المصلوب، خففي من آلام عائلاتنا. أيها المسيح، أملك على عائلاتنا وكن حاضرا فيها كما كنت في قانا الجليل، وجد عليها بالنور والفرح والقوة، أفض بركاتك عليها بالمحبة والسلام. يا عائلة الناصرة المقدسة التي عشت عيشة صامتة وعانيت من فقر واضطهاد وتهجير، ساعدي عائلاتنا لتقوم بأمانة بمسؤولياتها اليومية بإيمان متاعب الحياة ومشتقاتها، وتهتم بسخاء بحاجات الآخرين، وتتم بفرح إرادة الله. اعدد عائلاتنا في مسيرة القداسة لتكون خميرة حب ووحدة وأمانة في قلب العالم. آمين. السلام لجميعكم.
بروحك. امضوا بسلام يا اخوتي واحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبة، أصحاب السيادة، الأباء الأفاضل، الأخوات الراهبات الفاضلات، أصحاب المقامات، الجماعات واللجان العائلية، الأسر والعائلات المكرمين، الحضور الكريم، نحتفل برجاء وإيمان كبيرين كعادتنا بعيد الأب في مثل هذه الأيام، وقد بات احتفالنا محطة سنوية جامعة تتجلى فيها معاني الأبوة والأمومة والبنوة بأبهى صورها. إن غياب البطريرك الأب المثلث الرحمات مار نصر الله بطرس صفير بالجسد من بيننا زرع في قلوبنا الغصة، ولكن في المقابل حفزنا أكثر على الارتقاء في حمل المسؤوليات الجسام على مثاله، أبوية كانت أم كنسية ووطنية. وإذ ندعو لكم غبطة أبينا مار بشارة بدوام الصحة وطول العمر، نقدر عالياً حكمتكم في قيادة سفينة الكنيسة والوطن. إن ثقتكم ورعايتكم الدائمة لمكتب رعوية الزواج والعائلة تعطينا القوة والمثابرة في عملنا رغم المعوقات الكثيرة من اقتصادية واجتماعية وسياسية التي ترهق العائلات وتشرذمها. نشكر الله على ما أنجز إلى اليوم بشفاعة العائلة المقدسة من مؤتمرات ودليل ولقاءات وتنشئة، فها هي الدفعة الأولى من شهادة الوساطة باتفاقيتنا مع الجامعة اليسوعية قد جهزت، والدفعة الثانية بالشهادة المشتركة مع جامعة الحكمة في الإصغاء والمرافقة العائلية قد أنجزت سنتها الأولى لتأهيل
وسطاء أفراد وأزواج متطوعين يساعدون كهنة الرعاية في مراكز الإصغاء في الأبرشيات المارونية ويعملون في الإصغاء والمرافقة، حل وإدارة النزاعات الزوجية والعائلية لتجنيب الأولاد تداعياتها الخطيرة والمخيفة، حيث إن الاحتضان والمتابعة في هذه المراكز يجري على قدم وساق لمئات العائلات المتعثرة. وكم فرحنا بأخبار التدني لأعداد الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الروحية في السنة القضائية المنصرمة، كمؤشر أكيد على نجاح لغة الحوار والمرافقة في سلام ووحدة العائلة. ومن هنا نداء من القلب إلى جميع الأزواج والعائلات، لا تترددوا في التوجه إلى مراكز الإصغاء والوساطة في الرعاية والأبرشيات المارونية منذ بداية الصعوبات وعدم التأخر في طلب الاستشارة، لأن تصويب الأمور باكراً هو المساهم الأكبر في إنجاحها. فباسم مكتب رعوية الزواج والعائلة نعاهدكم متابعة العمل من أجل سلام ووحدة العائلة، وذلك بالتعاون مع أصحاب السيادة، نخص بالذكر سيادة المطران حنة علوان وسيادة المطران يوحنا رفيق الورشة. شكراً لسعادة السفير البلبوي مونسينيور جوزيف سبيتوري والقائم بأعمال السفارة مونسينيور سانتوس لدعمهما المستمر للعائلة ولمكتبنا. الشكر لكل وسائل الإعلام المتعاونة، وخاصة إدارة محطة الام تي في والعاملين فيها، ولا سيما الإعلامي ماجد بوهدير لمواكبته لنا في كل سنة وتقديمه صورة بهية لعائلاتنا النموذجية. ولا ننسى جوقة الجامعة الأنطونية بقيادة الأب الدكتور توفيق معتوق لإدائها المميز، كذلك الكشاف الماروني للمساهمة في التنظيم. شكراً لكل من شارك وجاهد لإنجاح هذا اللقاء، خاصة فريق العمل في المكتب. ومسك الختام، وسنكررها دائماً، الشكر لك أنت أيتها العائلات المكرمة ولعائلات كثيرة تشبهك وما زالت في الخفاء تجاهد وتتحمل وتصبر، فلك منا كل إجلال وتقدير. حفظ الله عائلاتنا وحماها شهادة فرح وحب ومصدر سلام ورجاء. كل عيد أب وأنتم بخير. شكراً ريتا. البي السماوي هو مصدر كل النعم، هو خالق هالكون بطاقة الحب الماء الحدود، هو خصص الإنسان يلي على صورته ومثاله بنعمة المشاركة بالخلق وأنماء الأرض وزرع شهود بأرضه حاملين بقلبهم الأمان المطلقة لمن كان في البدء الكلمة. اليوم مع غبطة أبينا البطيرك الراعي وللسنة الثامنة على التوالي، ومع بداية فقرة التكريم، تلتف العائلات المسيحية حول نيافتك سيدنا وأمام مذبح الرب المقدس يلي شهد بيوم من الأيام كلمة النعم المباركة. تفضل سيدنا صاحب الغبطة. قالوها لبعضهم عهد وعلى أساسها حطوا إيدهم بإيد الله وأسسوا عائلات زينت مجتمعاتهم والكنيسة بباقات من أحلى الألوان، أريجة ما بيترك إلا الأثر الطيب. كما تأتي فئة العائلات يلي عاشت تحديات جسدية وعقلية قاهرة وتابعت المشوار برجاء وفرح، والعائلات التي عاشت نعمة المصالحة بعد مرور غيمة الخلاف، إلى جانب الدعوات الرهبانية التي تكرست من أجل خدمة المسن، امتداداً للجمعيات يلي عم تعيش رسالة تحصين العيلة ورسالة
خدمة المسن، ومن هون البداية مع الجمعية الأولى وهي جمعية محبة وعطاء أمور إبرتاج التي أسسها الدكتور صلاح بورعد. تفضلوا لو سمحتوا. أسسها الدكتور بورعد مع مجموعة من أصحاب القلوب الرسولة بالعام 2003، وذلك من أجل خدمة المسن المتروك وتأمين الإطار الكريم له. القصة بلشت بالنبعة مع 15 مسن، من بعد الانتقال للمنصورية بمركز يحتضن 20 مسن يقيمون بشكل دائم، ويقدم الخدمة 13 شخص بنفحة رسولية ملتزمة مفعمة بالمحبة والبذل. بالموازاة تم افتتاح مركز آخر ببكفية يحتضن 10 مسنين. بالمقابل يتم تقديم العون والمساعدة ل 80 مسن ببيوتهم من خلال دعم بدفع الأجرات والطبابة والغذاء، وكله بفضل الداعمين والخيرين وفرق المتطوعين يلي عم تقدم البرامج الترفيهية والمرافقة والأنشطة. يقول الدكتور صلاح بورعد إنه لم يعثر على السعادة، بل دخلت هذه السعادة بعفوية إلى حياته حينما امتلأ قلبه إيماناً بالله الواحد. الجمعية الثانية مركز روني وهبي للعجوز المريض، أسسته هذه السيدة التي رحلت بالجسد بالعام 1965، لكنها لم ترحل بالروح. نستضيف اللجنة القيمة على المركز التي تتحلق الآن حول غبطة البطريرك. المؤسسة روني بهداك الوقت تواجهت مع حالة لصديقة إلى أصاب المرض ولم تجد من يقبل احتضانه، فنشأت الفكرة وبدأت الرسالة. تم تأسيس المركز بالسبتية بداية، ثم انتقل للمنصورية، وهو ليس فقط مأوى ولكن مركز يقدم الخدمات الاستشفائية بروح من البذل والعطاء الغير محدود. من بعدها استمرت الرسالة مع ابنة روني سهى وأعضاء الجمعية الذين لا يبخلون بالدعم وتأمين المساعدات والتعاون مع الدولة من أجل تأمين العلاج والخدمة والمساعدة لكل مسن وعجوز محتاج للخدمة الطبية. ألف تحية لكم، تحية على رسالتكم جميعاً وعلى خدمتكم وعلى تفانيكم يلي عم بتأمنوا فيها هذه الاستمرارية، استمرارية الخدمة يلي بيفتخر فيها مجتمعنا، بتفتخر فيها كنيستنا، وبتعطوا من خلالها الرجاء لقلوب كتار من الناس، والحافز أيضاً لكل من يريد أن يتابع هذه الرسالة. أما الجمعية الثالثة المكرمة هي حركة فرق السيدة أو إكيب نوتردام، هي حركة مسيحية كاثوليكية عالمية موجودة بأكثر من 90 بلد، ومنهم وبشكل فاعل لبنان. بدعي للتفضل من يتولى المسؤولية السيد فادي وزوجته جوزيت برهوش، يرافق مسؤولي القطاعات، قطاع بيروت المتن الأول المسؤولين يوسف وجورجينا بطرس، قطاع بيروت المتن الثاني المسؤولين بيير ونجاة عجمي، قطاع كسروان الأول المسؤولين عصام وريتا نصور، قطاع كسروان الثاني جابي وندى مهنا، قطاع الشمال جوزيف ونهاد عبد الله. الحركة نشأت بفرنسا عام 39 على يد الأب هنري كافاريل وأربعة أزواج رغبوا بالتعمق بسر زواجهم وعيشوا على ضوء إيمانهم، ثم انتشرت بالعالم. تتألف الحركة من فرق تضم كل منا عدد محدود من الأزواج، يرافقهم كاهن مرافق. حالياً ولغاية 2022 يخدم منطقة لبنان جوزيت وفادي برهوش مع المرافق الروحي الأب مارون مبارك المرسل اللبناني، من حيي أكيد لأبونا مارون. هي حركة روحانية زوجية لأجل نعم تتجدد كل يوم، غايتها تقديس الزوجين من خلال عيش سر الزواج وتربية الأولاد تربية مسيحية. تحية كتير كبيرة لألكن. ننتقل الآن من الجمعيات لفئة العائلات، فئة كثرة الإنجاب من الجيل القديم. بدعي عائلة يوسف وفدوى طانيوس من بلدة بجدرفل في أبرشية البترون، بحضور أيضاً سيدنا راعي الأبرشية المطران خير الله. الله
رزقهم 13 ولد، 13 ولد للعم يوسف والست فدوى، 9 صبيان وأربع بنات. هالرقم 13 كان رقم خير وبركة، كلهم متزوجين. تفضلوا مع الأهل، يوسف عمره 90 سنة والست فدوى عمرها 81 سنة، ربوا بالتقوى والنعمة ومخافة الله. ربوا طوني، أنيس، كميل، إميل، دونيز، ناجي، وفاء، نبيل، والخوري بيير، فدا، تراز، بول، وفادي. الـ13 ولد رح بدعي أحفادهم 48 حفيد، ما بعرف إذا 48 موجودين هون كلهم سوا. معالي الوزير الشيخ وديع الخازن، بعرف قديش هيدا الشيء بيعني لك، ما بعرف إذا 48، بس بتصور موجودين كلهم سوا. ما معي أساميهم، يا ريت معي أساميهم. وبدي ألفت وأقول إنه في حفيدين على الطريق، يعني رح يصيروا 50. أبونا بيير بيعيش الأبوة لرعيته سيدة الانتقال بتنورين الفوقة، تحية لإلك أبونا بيير. ما بعرف إذا كادرات الكاميرات قادرين يستوعبوا هالإطار الحلو وهالمشهد الحلو. 63 سنة زواج ليوسف وفدوى، أرادوا من خلال التأكيد على أهمية العيلة. يوسف الموظف كل حياته بشركة أخشاب ضمن مجموعة الراحل جورج فريم، كان دايماً يردد مع زوجته أنه كل ولد الله بيتعمنا إياه بتجي رزقته معه. كما بيخبرني أبونا بيير لما كنا عم نتواصل لتحضير هالنص، بيقول لي أبونا بيير عن تماسك هالعيلة ووحدتها واجتماعها الدايم، وعن رغبة بيو من الأساس بأنه يكون عنده ولد مكرس. وهيك صار بدعوة ربنا ودعا أبونا بيير، يلي بضيف الأبونا أنه إلى جانب الاجتماع العام للعيلة بالأعياد، لما سألته أبونا لما تجتمعوا بالعيد وين بتجتمعوا، يعني المطرح يلي بيستوعبكم كلكم، قال لي مطارح الله واسعة، ولكن قال لي عن شغلة كتير مهمة، أنه العيلة على تواصل دايم مع بعضها، لأنه عندهم جروب على الواتساب. يعني تخيلوا معي هالجروب على الواتساب يلي ما بيخليهم يعملوا شي تاني اتصل أباتي، انهم يتواصلوا مع بعضهم اتصل أباتي سمعان بو عبدو. وهيدا الشيء يلي بيعطي فرح كتير كبير انه العيلة على تواصل دايم. تفضلوا لو سمحتوا، سيدنا بعرف افتخارك بأبناء رعيتك بالأبرشية، سيدنا منير خير الله، تحية كتير كبيرة لإلك ولأبويتك لإلهم. تفضلوا لو سمحتوا، رح انتقل لفئة كثرة الإنجاب ولكن من الجيل الجديد. تابعنا الجيل القديم وهلأ رح انتقل للجيل الجديد. ضمن الفئة العائلات الأكثر إنجاباً من الجيل الجديد، عائلة سمير وعبير ديب من أبرشية الدير الأحمر بعلبك المارونية. سمير عمره 53 سنة وعبير زوجته عمره 40 سنة، الله طعمهم 7 أولاد، وهن جو ملك مرفقهم من السماء، أمل 12 سنة، مارك 11 سنة، بيتر 8 سنين، إيفان 6 سنين، أندرو 5 سنين، ولوكاس سنة ونص. سمير الذي يعمل ضمن نطاق البلدية يعيش بخوف الله وبالتزام كنسي واجتماعي كبير، من خلاله بيعطي المثال لأولاده بأنه يكونوا خدام لله ولأرضه. سمير مش ناوي يوقف، بيقول طول ما الله عم يطعمه وعم ببارك هالنعمة وهو شريك معه مثل ما بيقول. سمير وعبير يلي عم بعيشوا نعمة الفرح الدايمة بأنهم يحملوا راية العيلة، الخمير البيتية يلي بتنكه المجتمع بشهود بكفوا مشوار الإنسان على الأرض. شكراً لألكن سمير وعبير مع عائلتكن الحلوة. العائلة الثانية من الفئة نفسها هي عائلة طوني وزينة زيادة من أبرشية صيدا المارونية، وتحديداً مدينة الأمراء دير الأمر، الله طعمهم 6 أولاد
أعمارهم بتتراوح بين 26 سنة، توني وزينة. أولادهم أوريانا 20 سنة، شربل 19 سنة، ميغال 13 سنة، سيرينا 11 سنة، كريستوف 9 سنين، وتيو 6 سنين. الأهل الملتزمين بحركة الموعوظين الجدد فتحوا الباب للنعمة إنه تدخل وتسكن بيتهم وتكون مرافقة لأولادهم بكل وقت من خلال الالتزام بالكنيسة والرعية. طوني بيشتغل بمجال الأرميد، واجهته مشاكل صحية بالوقت يلي كان عنده ولدين، ولكن حمى سقف بيته بالحصانة المطلوبة ووثق بدعوة الله له إنه ينمي عائلته يلي من خلالها هو وزينة عم يقدروا يكفوا المشوار بثقة تامة إنه ربنا رح يضل حاطط إيده معهم ومع أولادهم. شهادات حياة ما بتوقف وفرحة تامة بكل شيء عم يعملوه، وهيدا شعارهم إنه حضور الله هو الفرح. شكراً لكم، حضوركم كمان أعطى الفرحة الكبيرة لإلنا. معكم منختم فئة العائلات، أنتقل إلى فئة الدعوات الرهبانية والكهنوتية التي تكرست لخدمة المسن. الرهبانية هي جمعية راهبات القديسة تيريزيا طفل يسوع المارونيات المزينين اليوم هالمكان المبارك بحضورهم الأبيض مثل قلوبهم. الراهبة المتكرسة المكرمة هي الأخت بلوندين يزبك، ترافقها الرئيسة العامة الأم بولين فارس وعائلتها، عائلتها الكبيرة. تفضلوا سور بلوندين من بلدة مراح الحج قضاء البترون، تخدم في الرهبانية منذ العام 1940 في مختلف إدارات ومراكز الجمعية بلبنان في القطاعات التربوية والاستشفائية والاجتماعية. انتخبت مدبرة عامة ثم رئيسة لدار الرعاية الماروني للمسنين في عين الرمانة من سنة 1970 لسنوات متتالية، ثم بقيت تخدم فيه لسنة 2009، حيث ما زالت حتى اليوم ضمن الجماعة بالمكان ذاته. الأخت بلوندين وجه طبع الجمعية والمؤسسات التي خدمت فيها بطابع الحزم والجرأة، راهبة مقدامة تقية وأم حنونة أحب كل من عصرها. ولابد من الإشارة إلى أنه عائلتها قدمت الكثير من دعوات التكرس. لديها شقيقة راهبة الأخت ألان، وهي شقيقة قدس الأباتي فيليب يزبك الرئيس العام السابق لجمعية المرسلين اللبنانيين، وشقيقة الأب يوسف الراهب البلدي المنتقل إلى السماء. أما إخوتها الذين تكرسوا في الحياة العلمانية هم منصور ونسيم يزبك الملتزمين مع أبنائهم بالشأن العام والخدمة وقطاعات الطب والهندسة والتدقيق المالي مع أولادهم، وميشيل يزبك الصحافي والأديب الذي أنجب الأستاذ غياث يزبك الذي يشغل حالياً منصب مدير الأخبار والبرامج السياسية في الـ MTV، هو الذي يخوض مشوار رسالة الصحافة والإعلام منذ عقود. تحية لألن للـ MTV يلي عم تتولى نقل هالاحتفال مباشرةً. هذه العائلة الملتزمة أباً عن جد ومن جيل إلى جيل، والكل ترك بصمته إنجازات إنمائية فكرية ثقافية. الأخت بلوندين سوف تبقى مرافقة لهذا المسار بصلاتها كراهبة للظل والحنكة، التواضع والحكمة التي تفتخر بها عائلتها الرهبانية يلي عم تنضم بهالوقت هيدا للصورة التذكارية. تحية كتير كبيرة لراهبات سانت تيريز المارونيات يلي من خلال مراكزهم عم بيقدموا الشهادة والخدمة. تحية لأصحاب السعادة أيضاً يلي عم بيحيوا صاحب الغبطة بهذا الوقت. نشكر حضوركم ومنشكر دعمكم ولفتتكم الدائمة للعائلات، راهبات وجمعية راهبات القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونيات. بدنا ناخذ صورة تذكارية بسرعة لو سمحتوا لنقدر نكفي النقل المباشر كما يجب، لأنه الوقت عم بيدهمنا. ناخذ الصورة سريعا ومنتوجه لأماكننا لنتابع الفئات يلي ناطرتنا.
إذن الصورة التذكارية بهذا الوقت حول سور بلوندين ومع الراهبات ومع سعادة السفير البابوي وأصحاب السيادة سيدنا علوان ومع سليم وريتا خوري. بعرف فرحتكم بهذا الوقت قديش كبيرة، قديش قلبكم كبير من سنة لسنة، ومع قدس الأباتي سمعان أبو عبدو أيضا لحظة افتخار كتير كبيرة مع ميربولين ومع الراهبات ومع سور بلوندين. إن شاء الله دايما تعطوا الصورة الحلوة عن كنيستنا وعن مجتمعنا. بدي أتشكركم وحييكم باسم كتار كتار من الناس يلي بيقدروا رسالتكم. تفضلوا لو سمحتوا، شكرا كتير. بدي انتقل لفئة العائلات التي تميزت بتحديات جسدية وعقلية قاهرة. التحديات الجسدية والعقلية القاهرة والإعاقة اللي بكتير من الأوقات بتكون أيضاً تجربة يمكن كتير كبيرة وتحدي كتير كبير لعيالنا، ولكن عم بيعيشوها برجاء كتير كبير. هلأ لما نتابعوا العائلات يلي بدنا نذكرها رح تاخدوا هيدي العينة المباركة عن مجتمعنا يلي من خلال عائلتنا عم بتكفي مشوارها بخوض رسالتها وتبقى مؤمنة إنه عطية الله لإلن هي عطية مباركة رغم كل التحديات والمصاعب. بدي أدعي عائلة وديع وديانا سعادة من أبرشية بعلبك دير الأحمر. الله رزقهم صبيين وبنت، ماري إلي ودافيد. ثلاثتهم ومنذ الولادة يعانون من إعاقة جسدية عقلية دائمة أدت إلى أنهم ينصهروا بمؤسسات متخصصة لعلاج. ما أدى هالعلاج إلى تحسن أو شفاء، ولكن أدى إلى احتضان. ولكن وديع وديانا المفعمين بالرجاء والصبر والتصميم ما خلوا هالوجع أنه يفرمل حياتهم أو يمنعها من التقدم والمتابعة. وديع سائق التاكسي يقود كل يوم عائلته من خلال مشوار الالتزام بالكنيسة والصلاة، وشكر الله رغم كل صعوبة وكل ألم. تحية كتير كبيرة لوديع ولديانا السعادة، ومثل ما عائلتهم بتقول إنه السعادة يلي هي على وجهن هي علامة حضور الله بحياتهم. وهيدي التحية من كل الحضور يلي متأثر بهيدي اللحظات، وهيدي اللحظات يلي متحدين معها كل المشاهدين عبر الأثير التلفزيوني من خلالها. وهيدي التصفيق، تصفيق القلوب، هو افتخار بهالعائلة يلي فيه منا الكثير من العائلات يلي حاملة وجع ولكن عم تحمله بفرح وبرجاء. شكرا لكم، تحية كتير كبيرة لعائلة وديع وديانا سعادة. تفضلوا مع ماري ألي ودافيد يلي منكبر فيهم مثل ما منكبر بشهادتكم. العائلة الثانية يلي بدي أدعيها للتفضل ضمن الفئة نفسها هي عائلة أنطوان ونجوى حبشي من أبرشية دير الأحمر. الله طعمهم صبيين، روي 27 سنة. تفضلوا لو سمحتوا. روي 27 سنة، لديه إعاقة جسدية وبصرية. شربل 26 سنة، لديه إعاقة عقلية وذلك منذ الولادة. الأب أي أنطوان يعمل بمجال البناء، والأم نجوى تلازم أولادها بشكل دايم. بيعتبروا أولادهم هدية من الله إلهم، وهن من خلال هالجروحات بذكاء وجسدهم عم يتماهوا مع يسوع المسيح المتألم، وعم يقدموا مثال لكتار عن أهمية تقبل كل ما يصيبنا ويعترضنا بحياتنا الأرضية الفانية. أيضاً تحية كتير كبيرة لإلهم. العبرة هي أنه التجربة ممكن تمرق على أي حدا منا، فهل نحن من خلال إيماننا وثقتنا قادرين نتخطى؟ الجواب نعم، وأكيد قادرين أنه نتخطى. والأهم هو التلاقي مع وجه الله
يلي صنعنا وجبلنا على صورته ومثاله. تحية لإلكن أنطوان ونجوى حبشي، تحية لروي وتحية لشربل ولكل أنسبائكم وكل عائلتكم الكبيرة يلي مقدمتكم كل الدعم. شكراً لإلكن، تفضلوا لو سمحتوا. رح انتقل لفئة العائلة التي تكرست لخدمة كبارة. الكثير من العائلات تتكرس لخدمة الكبار والمسنين. فئة جديدة تنضم هالسنة إلى التكريم من قبل غبطة البطريرك هي فئة العائلات التي ذكرنا، هي عائلة إلي وميراي رحمة. عائلتهم مؤلفة من 3 أولاد، وتعيش معهم بالمنزل والدة إلي ست نجيبة عمرها 90 سنة، وهي بأكترية الأوقات طريحة الفراش منذ سنوات. لكن هيدا الشيء ما منع أنه يتأمل للعيش والعلاج الكريم واللائق بالجد يلي ربت وتعبت. إلي وميراي يقدمان مثال الحب الشمولي والخدمة الصالحة والاحترام للمسن الذي حتى ولو أصبح عاجزاً يبقى أيقونة حية في البيت. والجدير ذكره أن الست نجيبة بتكون والدة كاهن الرعية أبونا نبيل يلي من حي موجود بيناتنا، وهيدي نعمة إضافية وثمرة لرسالتها على الأرض أن تكون أم الكاهن. ولابد من الإشارة إلى أنها أيضاً كانت تخدم والدتها بنفس الطريقة، فكانت من خلال مثالها حافز لعائلتها أن تعامل بالمثل، كما أن كانت فقدت 2 من أولادها في ربيع العمر. نشكر الله عليكم، ورغم الأوضاع المعيشية الصعبة عم تعطوا الأمثول الصالحة لكتار من الأبناء والبنات حول أهمية إكرام الأم والأب، وهيدي وصية من وصايا الله لإلنا. تفضلوا لو سمحتوا. قبل ما ننتقل للفئة التكريمية الأخيرة، لابد من الإشارة أنه بعد مباشرة سوف يتوجه صاحب الغبطة مع الأساقفة ومسؤولي المكتب الرعوية الزواج والعائلة لقطع قالب الحلوى. الرجاء من الحضور إذا بتريدوا إفساح المجال بالوسط والتحلق في الخارج حول صاحب الغبطة لإلقاء التحية والمعيدة بعيد الأب. الفئة التكريمية الأخيرة هي فئة المصالحات العائلية، العائلة اللي مرقت بنفق الخلاف ولكن الضوء بآخره كان كفيل بإضاءة مشعل الوفاء. عائلة إلي وبلانش قليعاني من أبرشية أنطلياس المارونية، عندهم 3 أولاد، الله رزقهم 3 أولاد. بعد أن أدت الخلافات العائلية إلى التقدم بدعوى طلاق بالمحكمة الروحية، وبعد أن أفسح المجال للمصالحة والمرافقة من خلال مركز الوساطة والمصالحة بمكتب رعوية الزواج والعائلة ضمن الدوائر البطريركية، أثمرت الجهود للعودة عن الخلاف وبالتالي إعادة شمل العائلة بروح الألفة الوحدة والحب. بعد تحيتهم على تغليبهم للمحبة ومحافظتهم على قدسية سر الزواج بأن لا شيء يفرق بينهما، لابد من تحية مكتب رعوية الزواج والعائلة بشخص سليم وريتا خوري وبركة إتس الأباتي سمعان أبو عبدو المريمي على هالرسالة السامية يلي عم بتقوموا فيها، ويلي من خلالها تكون رسالة الكنيسة الخلاصية بألف خير، طالما هناك شهود يرفعون راية الإيمان والرجاء والمحبة. أما بعد، يبقى هذا المشوار السنوي لمكتب رعوية الزواج والعائلة مع صاحب الغبطة الأب الروحي للكنيسة والوطن الذي يفخر دائما بأبنائه وعائلاته شهود المحبة لله. شكرا للمشاهدين على المتابعة والاتحاد، وعقبال كل سنة.